احنا كنتواجدوا اليوم هنايا امام محكمه الاستئناف باش نوقفوا مع ادم وحفصه، وباش احنا متبعين القضيه، ووصلونا شي دي الله وصلونا دي نوفيل شوز بارابور لونكيت. دوكو عرفنا بلي السي الريسوني في هذا كيدير اضراب عن الطعام، وكباغي اثر عن الحكم ديال القضيه، ويبقاو غادي مطولين في القضيه. وخصكم تعرفوا بلي ما حد القضيه كطوال، ما حد الضحايا كيتاثروا نفسيا، وداك لي زاكوزي كيتشروا على العداله بالافعال ديالهم كالريسوني اللي داير اضراب عن الطعام، وديك السيده عاوتاني اللي كدير الاشهار في امريكان، ديك البوليسيه اللي هاربه كدير اشهار في امريكان على ادم، كدير دي فيديو فهمت هذا، كتعاير في ادم وكتمس بالحقوق ديال الانسان هنايا في المغرب. وكيف كنعرفوا بلي داك الناس متادا عاشوا شي حاجه اللي ماشي سهله، شي حاجه اللي اي واحد في المجتمع يمكن له يعيشها، اللي الام ديالنا، الاخوات ديالنا، الاخوان ديالنا في جدم كلهم يتعرضوا لها حتى هي. وحنا داكشي علاش واقفين اليوم هذا، باش ياخذوا الحقوق ديالهم، وباش العداله تصدر حكم غابيدمون، شي حكم يكون بالزربه. وحنا تايقين في العداله وتايقين في المغرب ديالنا، وعارفين باللي كاينين الناس متادا اللي معقولين متادا كي ايتوديو مزيان لو دوسي، وان شاء الله في جدا كلشي غيدوز بخير وعلى خير. جينا اليوم لمحكمه الاستئناف بالدار البيضاء باش نطالبوا بمحاكمه عادله للضحايا ادم وحفصه، وكنطالبوا باحترام الضحايا كطرف في القضيه، ونندد بهادشي بمسك الاستقلال القضاء. سليمان الريسوني اللي دار اضراب عن الطعام كوسيله باش يتهرب من القضيه، ونشدد الشرطيه اللي هربات من البلاد في حق الضحيه ادم، ودابا كنطالبوا بتسريع المحاكمه، وحنا مع القضاء المغربي. حنا واقفين هنايا نندد باستقلاليه القضاء، ف سليمان الريسوني ما خصوش ياخذ الاضراب عن الطعام كوسيله باش ياثر او يتهرب من المحاكمه، ونندد ايضا بالتشهير اللي كتقوم به وهبه خرشيش الضابطه اللي هاربه من البلاد في حق الضحيه ادم، وكنطالبوا بتسريع المحاكمه في اقرب وقت ممكن، لان هذا الشيء وضع الضحايا في واحد الاضطرابات نفسيه لهم ولعائلتهم ولينا حتى حنايا، لان اي واحد يمكن يطيح في هذه الظروف. وكنتمناو حنا الشباب، حنا كشباب مغاربه بغينا نوصلوا الرساله ديالنا باللي حنا بغينا نزيدوا لقدام، بغينا نحاولوا نبعدوا علينا هذا الشيء ديال الاغتصاب، لان شباب ديال الدول وحده اخرى كيفكروا كيفاش يدخلوا الويفي للمريخ، حنا مازال واحلين في قضيه اغتصاب. هادشي علاش حنا كشباب واقفين هنايا، واقفين مع عائلاتهم وكنساندوهم، وحنا معاهم حتى لاخر دقيقه ان شاء الله.